في اخ سائل دكتور بيسال بيقول هو في الحقيقه سؤالين يعني كانوا مرتبطين ببعض الحقيقه دكتور السؤال ده وفي سؤال اخر كان ورد من كام يوم يعني فانا هنقل لحضرتك السؤالين ان شاء الله. السؤال الاول الاخ بيقول هل يجوز ان انا انقل اخواننا المسيحيين بعربيتي اللي بشتغل عليها؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني كان اخ بيسال بيقول ان هو بيعمل في صناعه الاساس ومن ضمن الاساس اللي بيصنعه اساس بيستخدم في الكنيسه يعني فكان بيسال على حكم العمل في هذا الاساس. يعني الواحد بيحزن لما بيسمع مثل هذه الاسئله لاني على قد ما هي بتدل على ورع الناس لكن بتدل على اني بقى في كميه من فقه التشدد والتعصب دون ان ندري يتسرب الى ثقافتنا. مين قال ان الحياه خلقها الله عز وجل لتكون محصوره في التعامل بينك وبين اللي زيك في العقيده وبس؟ مساله النقاء العقدي في مجتمع ما امر مستحيل يعني صعب. في طبعا أحكام خاصة لا تليق ولا تجوز ولا تحل إلا للمسلم فقط. في أحكام متعلقة بالمسلم وغير المسلم. الخاص بالمسلم فقط خلاص معروفة اللي هو زواج المسلمة بالمسلم ولا يحل لها غير المسلم. دي مسألة معروفة. لكن التعامل البيع والشراء والأكل والشرب هذا مما أجازه الشرع في الأساس. فأنا لما أنقل مسيحيين بعربيتي ده حكمها ايه؟ ولا حاجة، مباح. المهم انا مش بنقله الحاجة محرمة، ما بنقلوش ليه؟ طيب لا ده انا سواء تاكسي وقفني واحد على جنب يا ابني ايه وديني الكنيسة فلانية، هل اثم؟ لا، لانه في النهاية مين اللي اذن له وسمح له شرعا ان يبقى فيه له كنيسة ويعبد يتعبد في بديانته في هذه الكنيسة في هذا البلد المسلم؟ هو الشرع نفسه اللي أذن بأن يكون في الغير المسلم مكان عبادته. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع بيع وصلوات. أي نعم، صوامع بيع صلوات. إيه بقى دي؟ ضد عبادة. إن من أهداف الجهاد في الإسلام أو المقاومة والنضال في الإسلام من أهم أهدافه أن يضمن للناس حرية العبادة. طيب لما الأمر للجيوش تذهب للقتال بإيه؟ اذهبوا بسبيل الله لا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا شيخا مسنا ولا راهبا في صنعك. ده سلم مسالم لا يقاتل. طب الغاب اللي في الصومعة ده هياكل ويشرب ويعيش منين؟ ما هو من الاكل والشرب اللي بياكل المسلمين غير المسلمين. في صلاة الاستسقاء في الاسلام لما ما يبقاش في مطر بينزل نعمل ايه احنا؟ في الاسلام عندنا حاجة صلاة الاستسقاء. الناس تطلع في الخلا وتصلي وتدعو ربنا ينزل عليها المطر. الفقهاء قالوا وأن يخرج غير المسلم المسيحي يخرج بصليبه. ها إيه رأيك بقى؟ يعني ليه؟ لأن قالوا لأن الرزق ينزل للجميع فمطلوب الكل يطلع يتذلل لله ويرجو الله أن ينزل عليه المطر. طب لو أنا متجوز مسيحية في الإسلام، لو انا متهم مراتي بالزنا وما عنديش شهود في حاجه اسمها اللعان، بشهد اربع شهادات والخامسه وهي تشهد اربع ويضرع عنها العذاب ان تشهد لها اربع شهادات والخامسه خلاص. طب لو كنت متزوجا بغير مسلمه هي بتحلف بين المسلمه بالعظيم اللي عندها. طب غير المسلمه هي قال لك تحلف بالعظيم اللي في دينها وفي الكنيسه لان مطلوب هنا عرض. فاحنا بنحلف بالانسان يحترم ويقول الحقيقه. انا بقول الكلام ده كله ليه؟ عشان يا جماعه نفهم في ان الاصل في الاسلام التعامل المالي والمادي والاجتماعي كل ده امر متاح شرعا. طيب انا نجار وعملت حاجه ماشي، بس ما اعملش حاجه تعبر عن شيء يخالف دين، يعني مش هعمل صليب خلاص ان الصليب ده يتعارض مع ثواب الدين وما صلبوه وما قتلوه.
فانا يعني في الاسلام وهو الصليب عنده عنوان على عقيده، يعملوا له حد من عقيدته مش فيهاش عيب، انما كراسي انما اثاث حاجات لا باس لا مانع خلاص، ده مجمل الامر. العمل في الكنيسه، والله الكنيسه طلباني اروح اعمل صيانه للمكيفات اللي فيها، حكمه ايه؟ خلاف من الفقهاء، والراجح الشرعي